نكمل بس فكرة الاكزامبل بتاعنا. احنا بنقول له ده لو ويزدرو ده لو اكبر من البالانس باريز ايرور اسمه فاليو ايرور. طبعا مش محتاج دول دلوقتي، ممكن اشتغل على الفاليو ايرور بس. صح، انا اقول نسميه بي ايرور مثلا، وخلي اللي هو الرؤي عالم الباقي كله يعني، مش مشكله. مش محتاج طبعا ولا فاينالي ولا انسي دلوقتي خالص، انا بقول بسيط، مش محتاج كل الكلام ده، انا عايز ابسط. انا بس ابرنت اقول له ان في حصل، وهطبع البي ايرور ذات نفسه. بطبع الفي ايرور ذات نفسه، بقول له بس ان في فاليو ايرور حصل، وبطبع الفي ايرور ذات نفسه اللي هو جاي، مش اكتر من وانا اللي عملت الايرور هنا. تمام، قلت له ايه لو المسحوبات اكبر من البالانس طلع لي فاليو ايرور. لو دوست كنترول اس ودوست اف 5 دخل قيمه المسحوبات له 10000. طبعا لو قيمه قصدي راس المال 10000، لو قيمه الترس 5000 مش مشكله، هيقول البالانس جيت 5000 صح؟ مش اصلا مشاكل. لو قلت له 10000 وعايز اسحب 12000، تمام؟ هنا قال لي ايه؟ قال لي الفاليو ايرور كير هنا، بس ما طلعليش مسج، ما طلعليش رساله، لان انا اصلا ما فيش رساله حددتها. انا قلت له اه هو فاليو ايرور، بس انا ما فيش اصلا رساله اتحددت. صح؟ مفيش رساله اتحددت. لو انا عايز بس انا احدد رساله، دي اخر حاجه اقولها، احدد رساله كده. قام جاي عامل ايه وانا بقول له ريز فاليو ايرور، اقول له قام كاتب هنا المسج اللي انا عايزها، اكتب هنا على طول المسج اللي انا ايه اللي انا عايزها، يعني مثلا ايه ويز درو مثلا استيميتد بالانس مثلا كده. هو بقى لو جينا جربنا لما اجي ادخل مثلا 10000 واسحب 12000، قال لي ايه بقى؟ ايرور، وطلع لي رساله ايرور، قال لي المسحوبات اكبر من الايه؟ من الرصيد. لذلك هو ايه؟ هو رفض العمليه اللي احنا عايزينها. صح ولا ايه؟ نعم. طبعا دي هتفيدنا قوي في حته الفانكشن. احنا بنجيب الفانكشن بتاعتنا بنقفل تراي كاتش اكسبشنز بتاعتنا، وبالتالي اللي بينادي على الفانكشن بقى هو اللي ايه؟ هو اللي بيشتغل الشغلانه دي، هو بقى اللي بيبدا يقفل ويحط يعرض ومش عارف ايه، وفي الاخر بنريس ايرور وخلاص. ما نعملش برنت، مش من الصح، واحنا قلنا الكلام ده في الفانكشن، ما نعملش برنت. ما انا عايز اطلع رساله خطا، يبقى تعمل ريز ايرور، واللي هينادي على الفانكشن هو بقى اللي يشوف بقى هيطبع، هيطلعها على الموبايل، هيطلعها على الويب، هيعمل ايه، هو بقى ايه؟ محرية. تمام كده يا شباب؟ نعم. اخر حاجه سيشن، انا طرحت فيكم ان احنا ان شاء الله الكورس اللي جاي يبقى ان شاء الله المره الجايه ان شاء الله نخش في اوبجكت جديد. طرحت فيكم ان شاء الله يكون الكورس اللي بعد كده يكون كويس مع بيز. لو في اي اقتراحات ثانيه بس تكون فكره ان شاء الله على ما نخلص ان شاء الله. ان شاء الله التعامل مع الداتا بيز ومع الداتا بشكل عام ممتاز. الداتا كلها عموما. نعم. هو كلها من الداتا بيز يعني ان شاء الله. نعم. ماشي؟ يكون مختلف انواع الداتا بيز ولا لا هي نفس الفكره. نعم. بحكي نفس الفكره يعني هي الكونكشن. اشتغل اكثر من نوع داتا بيز ان شاء الله، يعني اشتغل. نعم. مش نفس الفكره، في انواع بتختلف كليا يعني. انواع الحديثه شغلها مختلف شويه. فهشتغل على حاجه اساسيه قوي زي مثلا ماي سيكول مثلا، واشتغل على حاجه مثلا تكون ادفانسد شويه مثلا مونجو دي بي. ممكن اشتغل على حاجه بقى حديثه جدا مثلا، ممكن نختار حاجه تكون اعلى قوي وحاجات تخص
ديجيتال داتا ساينس، حاجات مثلا اشتغل هايب مثلا حاجه او غيره، بحيث ناخد ثلاث مستويات مختلفين من داتا بيس. وبعد كده الجيسون ده اساس اللي هو حاجه اساسيه يكون معانا. يعني هنوع بحيث ان الانواع اللي هنحتاجها تكون مغطيه الافكار. فخلاص بقى ماي سيكوال هتبقى زي البوست جري، زي الاوريكل، زيها زي كل انواع الداتا بيس العاديه. تمام؟ صح. خلاص دي ده تايب يعني معين، هذا الليفل خلصنا. ده محتوى كده بقى كل باقي شبهه. وكذلك مثلا اشتغل على حاجه مثلا زي المونجو دي بي، يبقى كل الحاجات اللي هي الحديثه زي المونجو دي بي نفس الفكره. خلاص واشتغل على حاجه تخص البيئه اللي هي الكبيره بقى والحاجات اللي هي بتاعت البيج داتا وكده، كل بقى الباقي شبيه. انا حاولت اغطي قدر الامكان انواع اللي هي مختلفه دي، بحيث ان اللي جاي مش عارف كل واحد اتجاهاته ايه، عنده خلفيه ان شاء الله. بدون فاصل يا دكتور عادل، اتفضل. بدون فاصل يعني حضرتك تلحم على طول يعني بدون انتظار. اه لا مش ايه رايكم عايز تاخد بقى زمني؟ نعم صوت بيقطع. انت عايز يعني تعمل فاصل زمني ما بين الكورس ده؟ لا 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 انا مش ما يكونش في فاصل يعني اسبوع بالكثير. اه ان شاء الله هو هيبقى كده حاجه زي كده باذن الله. تمام. ان شاء الله نكون بدانا في اللي بعده. بس يعني الكسل او الركود بينوم الدنيا. فلا احنا نخش في اللي بعده، فنبقى زي ما بيقولوا ايه، ننشغل بالموضوع. فلما نشغل بالموضوع ونشوف اللي بعده واللي بعده واللي بعده، تبدا الدنيا ايه؟ تلاقي مستواك بيعلى على طول مع اول باول على طول يعني ان شاء الله. يعني. عشان المكنه تطلع قماش. عايزين نطلع قماش. دكتور بدي اسالك، يعني الان هاي الاكزامبل تقريبا 110 اكزامبل، لو تبعت لنا اياها كفايل افضل يعني، عشان يعني الواحد بيصير ليكتشر مش عارف خمسه ولا ايه، اكملها لكم وارفعها لكم ان شاء الله. ماشي الله يبارك فيك. الموعد القادم سيادتك كده معانا الثلاث ان شاء الله. لا تسعه ثلاث تسعه كله تسعه قبل تسعه صعب قوي صح. تسعه ان شاء الله يوم الثلاثة. تسعه ونص لو عاوز، لو الناس ما عندهاش مانع. لا كثير تسعه ونص. لو عاوز تبقى 10 حرام علينا يعني. خلاص تسعه. خلاص تسعه لربنا. ماشي ان شاء الله. شكرا يا دكتور. بعد اذن حضرتك. هو ممكن اكزامبل على الديكشنري واحد ولا اثنين كده يبقى حضرتك تسجلهم وذاكرهم في اي وقت؟ ان شاء الله. ممكن؟ ان شاء الله. بس هو بس عشان الفتره دي احنا كثفنا شويه، فمش مديني فرصه. كثير مش باخد فرصه ان انا يبقى في وقت اخر ثاني اسجل ثاني، فبقى العمليه دوبك على طول يعني. احنا الحمد لله يعني اهو نغيب يومين ونتقابل، نغيب يوم ونتقابل، ما نغيبش ونتقابل يعني امبارح كنا بناخد النهارده بناخد يعني. ده بيسرع الوتيره، بس في نفس الوقت ما بيبقاش مديني فرصه قوي ان انا اعمل تسجيلات يعني. بس ان شاء الله نلحق باذن الله. الله يعطيك العافيه دكتور. ماشي. شكرا. السلام عليكم.